السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ورجعنا لكم تاني يا حبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد. بنتكلم النهاردة ثلاث رؤى لو حضرتك شفتهم في المنام. فالثلاث رؤى علامة على أن الله سيدهشك بعطائه. ثلاث رؤى لو شفتهم في المنام اعلم أن الله سيدهشك بعطائه، لأنه الكريم، والكريم إذا أعطى أدهش سبحانه تبارك وتعالى. أول هذه الرؤى العنب، العنب في المنام دليل على الكرم، على أن الكريم سيكرمك ويدهشك بعطائه لو أنت شفت العنب في الرؤيا. الأمر الثاني بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى التكبير، لما تشوف الرؤيا أن أنت بتكبر، الله أكبر الله أكبر، خصوصا لو كنت واقفا على مكان مرتفع داخل الرؤيا، فهو علامة من علامات النصر وعلامة من علامات الخير. قال سبحانه تبارك وتعالى: لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر دائما يأتي بعد النعمة، فده دليل على أن الكريم سيدهشك بعطائه، فهو الكبير. الأمر الثالث بقى والأخير يا أحبابنا الكرام في المنام، وهو رؤيا الاستغفار. قال سبحانه تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أحبابنا الكرام، فالاستغفار في المنام دليل العطاء من الكريم، والكريم إذا أعطاك سيدهشك بعطائه لو رأيت في المنام أنك تستغفر ربنا سبحانه تبارك وتعالى. في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم لسانه الاستغفار إلا جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ده اللي كان معانا النهاردة، ثلاث رؤى لو حضرتك شفتهم في المنام اعلم أن الله سيدهشك بعطائه سبحانه تبارك وتعالى، فهو الكريم. لو عجبكم الفيديو ياريت تعمل له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. اللي بيشوفني لأول مرة ياريت يعمل اشتراك في القناة، يفعل خاصية الجرس، يختار منها الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.